تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. أنتم دائما في الاستماع لبرنامج البطولة على شادة اف ام. المنافسات الإفريقية للأندية ستتواصل في هذه اللحظات، ما زالت تتواصل المباراة ديال الهلال السوداني والأهلي المصري، باقي النتيجة صفر لمثله بين الفريقين. باقي المباريات اللي غتلعب اليوم مع 8 أمازون وجنوب إفريقيا في مواجهة حورية كوناكري الغيني، مع 8 في نفس التوقيت وفاق سطيف الجزائري غادي يستقبل ممثل المغرب الرجاء الرياضي بملعب 5 جويلية. المباريات اللي غادي تلعب غدا ان شاء الله، وكيف هو معروف في المنافسات الافريقيه الجمعه والسبت كيكون مخصص للتشامبيونز ليغ، ويوم الاحد مباريات كاس الكاف. فالبرنامج ديال المباريات ديال يوم الغد، المريخ السوداني ماميلودي سان داونز الجنوب افريقيا على المجموعه الاولى. المجموعة الرابعة اللي كتهمنا بيترو اتليتيكو الانغولي في مواجهة الممثل الاخر للمغرب الوداد الرياضي في ملعب 11 نوفمبر مع الجوج. في نفس المجموعة ساغرادا اسبيرانسا الانغولي غادي يستقبل الزمالك المصري مع 3 يعني بفارق ساعة واحدة. ثم جالاكسي البوتسواني في مواجهة ليطوال مع 5 المجموعة الثالثة. ونفس المجموعة شباب الوزداد مع فريق الترجي مع 8. شباب الوزداد كذلك في ملعب 5 جويليا. ترجي وليطوال، ترجي معناتها تحقق معناتها الاهم 3 نقاط في المباراه الاولى. والترجي خويا منير بصراحه معناتها ما عندناش مشكل كبير معناتها نتيجه واداء. بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي نقاط استفهام كبيره، فريق عنده تقاليد وكان يخسر تعادل لولا الحارس خبره ايمن المثلوثي بلبولي. هو ايمن المثلوث احنا كنعرفوا البلبولي. هو البلبولي باش نوضح، هي تسميه نتاع ملاكم سابق تونسي وتسمات على ايمن المثلوثي، سمات البلبولي. لولا المثلوثي لكانت هزيمه كارثيه ونقاط استفهام كبيره كما قلت لك خويا منير، وغضب كبير من جماهير النجم الرياضي الساحلي لانه الفريق لا اداء ولا نتيجه. وتا هو كانت عنده ازمه، ازمه الماديه بالفعل، الازمه الماديه ما خطات حتى فريق في تونس باستثناء الترجي الرياضي التونسي، كل الانديه تعاني من ازمه ماديه. ما خطاش الا الترجي ربي يفضلوا هذاك اللي هي الترجي ما نجمش نقول ما عندهاش مشاكل، ولكن عندها مول عندها حمدي المدب كما تقولوا انتم، مول شكاره عندها حمدي المدب. اي صحيح. عندنا الدربي مغاربي الترجي وبالوزداد، ونتمنى وان شاء الله معناتها اللي يلعب احسن هو اللي يربح. وكاو بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي خلينا من الدبلوماسي، يقول لك اللي يلعب احسن. اي هو اللي احنا انا نتمنى كتونسي نتمنى صافي الترجي اللي يلعب احسن. انا كمغربي على ملي غنقول وفاق سطيف والرجاء غنقول نتمنى اللي يلعب احسن، ولا راه غنقول الحظوظ عند من صراحه. شتي بالوزداد في المباراه ديالو مع ليطوال، وليسبيرونس في الماتش ديالو مع جالاكسي، واش الظروف مهيئه للترجي انه يجيب نقاط المباراه، ولا ان بالوزداد بهذاك الوجه اللي لعبات به قادره تخلق مشاكل؟ هي بصراحه بالوزداد قادره تخلق مشاكل كبيره للترجي بكل صراحه معنت. وتعرف اخويا منير الدربيات المغاربيه ما تنجمش تعرف شنو معناتها. هي الصراحه الترجي عودتنا انه في المقابلات كيما هكا معناتها نلقاوها، ولكن في بعض المرات تم ظروف معناتها اللي تخليك تقبل هدف وما تنجمش ترجع في المباراه. بحال العام اللي فات في أسوأ نسخ شباب الوزداد ربح الترجي الغالي بجوج لصفر. انا نتوقع بصراحه معناتها تعادل او فوز للترجي الرياضي الا ما صارتش مفاجاه، وفريق بالوزداد فريق محترم. رحله ليطوال البوتسوانا، ليطوال مطالبه بالانتصار ولا شيء غير الانتصار. بالنسبه لي اذا رجعت بالتعادل راهي نتيجه سلبيه، ولكن كما تعرف خويا منير الرحالات، لانه عندنا في تونس الانديه نتاعنا معناتها ما فماش رحالات مباشره. انه بكل صراحه مشكل كبير، يتعبوا ياسر يعني لازمك تتحول للدوحه ولا لدبي ولا يعني الدولة أوروبية عاد باش نجم تمشي. يعني يمكن الإرهاق نتاع السفر يمكن يأثر شوية، ونتمنى إن شاء الله اللاعبين يكونوا في المستوى ويرجعوا بانتصار ويفرحوا جماهير النجم الرياضي الساحلي. تحية للمشاهدين على قناة شادة اف ام في اليوتيوب. سي رمزي أمير، انت شفتي القجاع كيهضر على ثمن بوطاغاز هو رئيس الجامعه، ولكن كان كيهضر في سياق المهام ديالو الحكوميه
حاولوا الله يرحم باك حاولوا بالعين المجرده بداو تفرقوا صاحبي في هذا الشيء. راه كيهضر بصيفته وزير هذاك هو الدومين ديالو كيهضر عطى فيه تصريح مات رئيس جماعه علاش كيهضر. وانت دابا ناخذوا لاعب ولا مدرب عنده تجاره ديالو ولا شي حاجه لا ما يهضرش فيها لانه لاعب ديال كره القدم. لا عبد الطالبي تحياتي اللاعب المحترم فخر الدين الله يشافيه فخر الدين ورجع لنا ان شاء الله غادي يرجع بدايه من يوم الاثنين بحول الله. الياس فيري خويا كان تبع المباشر بغيت نشوف اخبار الوداد كنشوفوا الرئيس غريب الفريق الهويه لا الرئيس نشر بعد التقريرين اليوم فريق الوداد نشر التقريرين الادبي والمالي غير هو تنشروا تقريبا مع 12 الوحده مازال ما تحتش الفرصه باش نشوفوا دوك الارقام على الاقل. بعدا كاين شي حاجه اللي ما عمرها ما وقعت هي وقعت هذه المره هذه. تحيه لك منير وفخر الدين نموت عليك من الجزائر الله يحفظك يا السي احمد حتى حنا كنموتوا عليكم والله العظيم بكل حب. زعما العماري محمد لي فودات زياش حمد الله المزراوي العربي اتسيتيرا كار لو روتور دو سي جوور اي ليي او ديبار دو كوتش كار لو كورون نو باس بلو. خويا الا كنا غادي نربطوا المصير ديال اللعابه برحيل المدرب حنا اللي كيهمنا هو المنتخب الوطني المغربي حنا ما بغيناش نبداو نريبوا تسناو شوفوا 6 مارس هو قريب غتعلن اللائحه وانا ذاك لكل حديث حديث لان حتى المجيء ديال هاد اللعابه عاوتاني اشنو اللي ضمن لك انه يجيو كاع هادو وانك غتكون في لو توب مع الكونغو الديمقراطيه. اللي كيهمنا هو الجروب بعد اللي كاين هو الاول واش غيتجاوز المخلفات ديال كاس افريقيا اللي دازت ولا لا واش اللعابه غادي يديروا شويه ديال لاماتوريتي من هنا للماتش ديال الكونغو واش عارفين مدى الجسامه ديال المسؤوليه اللي كتسناهم والمباراه الصعيبه اللي كتسناهم في كينشاسا. هادشي اللي بغيناهم يعرفوا. Pour quand le départ du coach Problemakovitch ما غاديش يمشي هاد الساعة هو باقي. سوسو ما على جاوبنا على هذا السؤال ديال فوزي القجع. سيموني الله يشافي فخر الدين كنشوف هاد الضغط اللي كاين على الرجاء باش تدي العصبة كل عام هي اللي خلاتها ما تديهاش خاص صبر والهيكلة حيت واخا كيديها شي فريق مغربي كتكون غا ضربة حظ. إلا كتقول أن فريق مغربي فهادو كاع اللي داو عصبة الأبطال ضربة حظ كنظن أنك مخطئ السي كامل. إن الجيش الملكي فاش داتها في 85 ماشي ضربة حظ راه تقاتلوا عليها. الرجاء فاش داوها في المناسبات الأخرى كلها في 89 و 97 يكفي أنك تشوف المباريات راه ما كاينش شي ضربة حظ. الوداد في 2017 بليفيكتيف اللي كان عند عموتة ما تقولش لي ضربة حظ باش داوها باش داو المنافسات. ولهذا التقدير للفرق المغربيه اللي دات تشامبيونز ليغ انما العتاب اننا ما كنستمروش كنديو شي تشامبيونز ليغ ديما الدوره اللي من بعد منها كتوقع شي حاجه وكاع هادو اللي بمعنى ما وصلناش نخلقوا ذاك الفريق اللي كيسيطر السيطره بحال داكشي اللي كانوا كاتبين الجمهور ديال الترجي افريقيا تحت السيطره ديال انك تدي الكوب هذا العام وتوصل فينال العام الجاي ومن بعد فينال اخر ولا ما كايناش ما درناش فريق اللي كيسيطر والاكثر من هذا ما هاد الفرق واخا كتوصل وكتجتهد للاسف اللاعبين ديالها ما كيتجازاوش بالاعتماد عليهم في المنتخب الوطني. هذا البرنامج نهار فضي ناقش تكذيب حمد الله للكاري حنكولي الجامعة خليل وزيتش. البرنامج انتهت صلاحيته هو أقبرت صلاحيته رجع في حاله بحال برامج المرقى في راديو الكرافس. تحياتي لك السي زهير وأنت كذلك بهذا التعليق أصبحت واحد من المعلقين ديال الكرافس وداك الشيء ديال الشيء الآخر. ما غاديش نقول لك داك الشيء اللي كيعجبك باش نبان عندك أنا واعر. هذا خطاب عجبك تبارك الله ما عجبكش لك واسع النظر أنك تختار اللي بغيتي. سيموني علاش بين فرنسا ما ناقلينش للتشامبيونز ليغ ديال الكاف لان اللي واخداها هي البين العربيه وكت واش كتوزعها ولا كتبيعها ولا في المنطقه العربيه يمكن خويا موني في الادوار في الادوار المتقدمه ينقلوا المباريات ولكن دور المجموعات لا دور المجموعات لا. سمعت يا خويا واخا البرنامج تحيه لك سي بولات. هذا الشيء اللي كاين الواقع ما غاديش نخبيوه. الهجره خضر عبدو الهجره فين الى اين؟ راه ترجي هو الاهلي ديال مصر راك عارف اخويا منير. لا ترجي
كاينه هيكله كاين واحد المؤسسه ولكن ماشي بديك ديك القوه ديال الاهلي اولا. صحيح لا صحيح صحيح ماشي لا 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 الفرق المصريه خاصه الاهلي وبدرجه اقل الزمالك ما يتقارنوش بالفرق الاخرى في افريقيا. لا مقارنه لا مجال للمقارنه. في تونس كان الترجي والافريقي كاينين تقاليد يعني كاين منهم واحد شويه هنا في المغرب كاين اوجه الشباب باستثناء ان الترجي الافريقي انديه بفروع هنايا فرق احاديه النشاط ولكن قادرين تشابوا مع بعضياتنا. الاهلي اهلي فوق منا واش ما كتظنش سيمونير ان ضعف المدربين في المغرب كيتجلى في انهم ما كيقدروش يدربوا في باقي الدول الافريقيه وحتى اللاعبين علاش كنستوردوا لاعبين افريقيا جنوب الصحراء وما كنصدروش اللاعبين المحليين لتماك؟ كاين ثلاثه ديال الحوايج قلتي علاش ما كنصدروش اللاعبين المحليين لتماك؟ واش اللاعبين المحليين هنا قادرين يمشيو يتادابطاو مع الجو ديال المنافسه في افريقيا يتادابطاو يعني في ظروف العيش والتعويضات وداك الشيء واش قادرين انهم المدربين المغاربه كاينين اللي اشتغلوا في افريقيا ولكن كيفاش كنتعاملوا معهم في المغرب اللي كيجيو من افريقيا؟ هذا هو السؤال. ثم مدربين المغاربه هنايا ملي كتجيهم عروض واش هما كيبغيو ولا ما كيبغيوش؟ كاين بزاف ديال الحوايج اللي ممكن انك سي محمد امين تطرح مجموعه ديال التساؤلات وتقدر تلقى اجابات وتقدر ما تلقاش. خويا يوسف مباريات الكاف على واخا السي رمزي بيناتكم انتم مجمعين وانا كنقرا لكم عبد العالي وسلم على فخر الدين مبلغ اخويا قادر عبدو ماشي انا اللي غنقول ليه ارحل تسنى تسجيل الدوره اللي جايه حظ موفق لفريق الوداد وبالشفاء العاجل السي فخر الدين. هذا هشام شعيبات بالتوفيق لنادي الرجاء الرياضي المغربي محمد خلوفي تقرير مالي للوداد يؤشر على اشياء جيده رمزي النشر ديالو بعدا راه شيء جيد مزيان كنا نعاتب على انه ما حتى واحد ما عارف الماليه اللي الوداد كيديرها على الاقل خرجات شي ارقام للعلن ممكن ان تناقش ديك الساعه تقول هذه خيبه هذه زوينه على الاقل. انا قلت انا في الوداد متفائل بواحد الجيل الجديد من المنخرطين نقطه الضوء واحد الجيل الجديد اللي تفتح لهم الباب نتمنى ان النصيري ما يكونش ندم حيت فتح باب الانخراط لان فاش تفتح الباب نلتحق واحد المجموعه ديال الكفاءات مجموعه الشباب قادرين على التغيير قادرين على ضخ دم جديد وافكار جديده بغض النظر على ذاك التسيير اللي كيتسمى الفردي ولا الاحادي ولا اللي كان الجمهور كيسمي عليه سعيد النصيري. نذكر مره اخرى بمنافسات تشامبيونز ليغ وكاس الكاف البرنامج ديال المباريات الهلال السوداني الاهلي ما عرفتش فين وصلت المباراه واش انتهت ولا مازال ما انتهت صفر ليميت ليه بين الفريقين الهلال السوداني والاهلي المصري مع الثمانيه وفاق سطيف الجزائري والرجاء وكذلك امازولو جنوب افريقيا حوريه كوناكري الغيني. بعد قليل في الجزء الثاني مستمعينا الكرام غادي نتكلموا على ممثلي المغرب كل واحد بوحده. الرجاء اليوم بخمسه جويليا امام وفاق سطيف ومن بعد غنتكلموا على فريق الوداد ونهضه بركان. انتم دائما في الاستماع على برنامج البطوله على شاد اف ام. مباراه الهلال السوداني والاهلي المصري انتهت من قليل صفر ليميت ليه بين الفريقين. اول نقطه للاهلي المصري في دور المجموعات في انتظار اجراء المباراه ديالو المؤجله واللي كانت تاجلات بسبب المشاركه ديالو في كاس العالم للانديه. باقي المباريات اليوم كيف سبق لي ذكرت مع الثمانيه لحساب المجموعه الثانيه امازولو جنوب افريقيا مع حوريا كوناكري الغيني ووفاق سطيف الجزائري مع ممثل المغرب الرجاء الرياضي المغربي. وغادي ندخلوا باش نتكلموا على هاد المباراه بدايه واللي غادي تلعب هاد اليوم وللحديث على حضور الانديه المغربيه والبدايه طبعا بالرجاء اللي غادي يلعب هاد اليوم. سعيد جدا اننا نستضيفه مباشره من العاصمه الغينيه كوناكري الاطار الوطني السي كريم بن شريفه. مرحبا بك السي كريم. السي كريم مساء الخير مساء الخير سي منير. مرحبا السي كريم تفضل. كتسمعوني؟ كنسمعوك تفضل السي كريم. مرحبا مساء الخير سي منير مرحبا بك. سي كريم بن شريفه شنو ممكن يتقال على مباراه اليوم وخاصه وانه الاسبوع الماضي فريق وفاق سطيف الجزائري جاء حتى لعندك حتى الكوناكري ولعب مع حوريه كوناكري يعني انطلاقا من هاد من الاشياء اللي شفتيها في وفاق سطيف كيفاش كتوقع المباراه ديال اليوم امام فريق الرجاء؟ سيمونير هي كل مباراة وعندها الحقائق ديالها والظروف ديالها. إذا ركزنا على الأمور التقنية ديال فريق سطيف
أنا شفت المباراة في الملعب مع ضد فريق حورية كوناكري، صراحة بان لي بأنه فريق عادي. فريق حورية كوناكري ربما أحسن من ناحية اللاعبين، لكن كان فريق ذكي في التعامل مع المباراة، دافع بشكل جيد، عندهم حارس مرمى يعني لا بأس به، وعندهم خصوصا مهاجمين اللي كيعرفوا يخرجوا لي كونتر، وخصوصا رقم 15 اللي عنده سرعة كبيرة، واللي بذكاء استغلوا خلقوا فرص عديدة، واستغلوا واحد الفرصة اللي سجلوا منها هدف الفوز. فإذا ما كنظنش أنا بالمباراة ديال الفريق مع فريق الرجاء البيضاوي غتكون بنفس الشكل، لأنهم غيلعبوا في الملعب ديالهم، كنظن غادي يحاولوا ربما بالفوز ديالهم هنايا أول ما يخسروش، وكنظن غادي ما غاديش يلعبوا دور دفاعي كبير كما داروا هنايا في كوناكري. مقارنة مع فريق الرجاء، ففريق الرجاء أحسن بكثير من فريق سطيف، ولكن لازم فريق الرجاء البيضاوي يتعامل مع، أنا متأكد بأنهم شافوا المباراة اللي لعبوا مع حورية كوناكري، ولكن هذه مباراة في الميدان ديالهم في البلد ديالهم، فالرجاء لازم تتعامل بواحد الذكاء وبواحد الخطة تكتيكية اللي يمكن تعطي للرجاء على الأقل تعادل، وعلاش لا يفوزوا بالمقابلة. يعني السي كريم بن شريفة، في هذه المباراة هذه أنا بغيت نسولك على فريق الرجاء، ومن خلال المتابعة ديالك الفريق الرجاء والمستوى دياله اللي بيّن في هذه المباريات الأخرى، كيفاش كتوقع لا رياكسيون ديالو اليوم يعني في مواجهة الفريق الجزائري اللي شفتي انت واللي غيلعب في الميدان ديالو، اللي كيف قلتي غادي يبغي هو اللي ينتصر وغيبغي هو اللي يدير اللعب؟ يعني الرجاء في ظل هذه الظروف اللي كيعيش وقلتي بأنه أحسن، كيفاش كتوقع لا رياكسيون ديالو في امام موفق سطيف اليوم؟ فريق الرجاء عمل الاهم بالفوز في المقابله الاولى اللي لعبها، فالفريقين بجوج غادي يكونوا شويه مرتاحين بالنتيجه الاولى بالفوز اللي اخذوه، هما كيتصدروا المجموعه بثلاث نقاط، ولكن كنعرفوا بان فريق الرجاء يعني مقارنه مع فريق سطيف، وكيف ما قلت لك الخطوره ديال فريق سطيف هو في خصوصا في الهجمات المرتده، لان عندهم لاعبين سرعة في الهجوم، وهذا ما كنظنش غادي يوقع في هذه المباراه ديال اللي مع الرجاء. لذا انا كنظن ربما فريق سطيف غادي يكون اخطر لو كان يلعب على المرتدات من اذا كان غيلعب في الميدان ديالو. انا كنعطي واحد لافونتاج كبير لفريق الرجاء، شفناه في المباراه اللي لعب ضد امازولو، كي فريق الرجاء عنده لاعبين ممتازين اللي كيقدروا يتحكموا في المباراه، ولو انه لاعب تحت ضغوط كيف كتعرف سيمونير الكلام كثير على المدرب، وعلى وايضا جاوا لاعبين جداد اللي لازمهم شويه وقت، ولكن هذا ماشي عذر. انا كنظن فريق الرجاء عنده من الامكانيات اللي تخول ليه كيف ما قلت ما يفوز بهذه المباراه ضد وفاق سطيف، لازم يكون سي كريم ايضا ما عرفناش كيفاش غادي يكون التحكيم، ما عرفنا. نعم لا غير كان الصوت كيتقطع، داكشي علاش ناديت عليك. بغيت نطرح واحد السؤال اخر، وحنا تكلمنا على مباراه يعني تكلمنا على الرجاء في المباراه ديال اليوم، انا بغيت نتكلم ونستغل الحضور ديالك معنا باش نهضروا على الطرف الاخر اللي كاين في هذه المجموعه اللي هو حورية كوناكري الغيني. بحكم القرب ديالك من هذا الفريق ولعبتي ضده شحال من مره وكتعرف الوضعيه اللي كيتواجد فيها، يعني هذه المجموعه حدود هذه المجموعه اللي فيها وفاق سطيف والرجاء وحورية كوناكري، الحدود ديال هذه المجموعه في ظل تواجد هذه الفرق كيفاش كتشوفها السي بن شريفه؟ سي كريم احنا غادي نعاودوا مره اخرى نجددوا الاتصال بالسي كريم بن شريفه
وبالفعل قال لك راه كاين واحد المجموعه ديال الاشياء اللي كترجح الكفه ديال فريق الرجاء على حساب فريق وفاق سطيف. سي كريم بن شريفه كتسمعني؟ كنسمعك دابا، اسمح لي نقطع الخط. ماشي مشكل، انا طرحت سؤال غير في ظل تواجد حريه كوناكري في هذه المجموعه، كيفاش كتشوف النتائج ديالها؟ سمعت السؤال. فكما قلت لك فريق حريه كوناكري عنده فريق ممتاز من ناحيه ممتازين، لا الاساسيين اللي كيلعبوا ولا ال نعم للاسف السي كريم غادي نعاود نجددوا الاتصال مره اخرى لانه ما كيوصلناش الصوت بالوضوح الواجب. حنا غادي نعاودوا مره اخرى نجددوا الاتصال باش نوصلوا معك هذا الحديث لانه كيهمنا نعرفوا حتى على فريق حوريه كوناكري. تفضل السي كريم بن شريفه. كيف ما قلت هو فريق ممتاز وعنده حظوظ كبيره، ولو هذه النتيجه اللي كانت ضد فريق سطيف فهي كانت في نظري ضد مجريات اللعب. فريق حرية هو اللي خاد بزمام الأمور ولكن ما سجلوش، فأنا كنظن بطبيعة الحال فريق سطيف فريق رجاء أخذوا يعني واحد الثقة لأن بالثلاث نقاط اللي خداو، ولكن أنا كنظن فريق حرية كوناكري غادي يكون عنده الكلمة ديالو وهما مستعدين باش يعني حسب الكلام ديال المدرب واللاعبين باش يرجعوا بنتيجة إيجابية حتى من إفريقيا الجنوبية، وكنظن عندهم من الإمكانيات اللي فأنا إلا حطيت غتكون ما بين ثلاثة الفرق اللي غادي يتأهلوا ما بين الرجاء وسطيف وحورية، وأنا كنظن فريق الرجاء وفريق حورية كوناكري عندهم لافونتاج. نتمنوا كامل الحظوظ وكامل التوفيق لفريق الرجاء في المباراه ديال اليوم اولا ثم في باقي المجريات ديال هذه المجموعه. انا نبغي نسولك السي كريم بن شريفه على الوداد ممثل المغرب واللي غادي يلعب كذلك غدا في غادي يلعب مباراه صعبه مع بيترو اتليتيكو. كيفاش كتشوف هذه المباراه اللي غتلعب في انغولا؟ بيترو اتليتيكو كيف ما كنعرفوا خدا نقطه من المباراه الاولى ديالو. فريق الوداد يعني إذا كان فريق مغربي اللي عنده واحد استقرار في النتائج وواحد ثقة في النفس هو فريق الوداد، فيعني ولو أنهم غيلعبوا خارج الميدان أنا أظن حظوظ كبيرة للوداد باش يرجع بثلاث نقاط، خصوصا مازال ما نساوش بأن في هذه المجموعة كاين فريق الزمالك، فالوداد عارف بأنه في هذه المباريات خصو ياخذ اقصى عدد من النقاط باش يكون مرتاح ملي يجيو مباريات قويه كمباراته مع فريق الزمالك. يعني هذه المساله اللي تكلمنا كنا ديما كنتكلموا فيها على الوداد، التجربه الافريقيه اللي راكمها في هذه السنوات والتواجد ديالو المستمر في دور المجموعات، واش هي اللي كتخلي انه اي مباراه سواء داخل المغرب حتى خارج المغرب ديما كنتسناو الوداد انه يجيب ثلاثه ديال النقاط؟ طبيعة الحال فالوداد كيف ما قلت كان عنده استقرار في النتائج منذ مواسم الآن، ولو كيكون هناك تغيير المدربين وبعض اللاعبين لكن النتائج كانوا دائما خصوصا في من الناحية الإفريقية كانوا دائما نتائج طيبة جدا، فلهذا الوداد ولات عنده شخصية الفريق اللي بحال الأهلي بحال الزمالك اللي عندهم ولات عندهم سمعة كبيرة في المنافسات الإفريقية، وهذا ليس بغريب لأن الوداد فريق اللي عنده من لاعبين اللي راكموا تجارب أيضا، وخصوصا هذه السنة عندهم لاعبين وخمز ما لعبوش بحال بنزا المهاجم لكن عندهم إمكانيات كبيرة. غادي نمشيو نتكلموا على الممثل الثالث للكره المغربيه في المنافسات الافريقيه، نهضه بركان اللي غادي يلعب في الجوله الثانيه ديال كاس الكاف امام فريق اسيك ميموزا الايفواري. المباراه غادي تلعب في كوتونو في البنين. بدايه شنو من خلال المتابعه ديالك شنو يمكن لك تقول لنا على مستوى نهضه بركان هذا العام؟ نهضة بركان يعني فريق اللي كاينه واحد الغرابه في المردود
والنتائج. فهو فريق كلنا كنتفقوا بأنه فريق عنده إمكانيات كبيرة من ناحية اللاعبين، عنده مدرب اللي عنده تجربة إفريقية، ولكن هو يعني كيف ما كنقولوا كيقدر يبهرنا بنتيجة كبيرة كما كيقدر يفاجئنا بمردود ماشي في المستوى، على غرار المباراة اللي لعبها مع المباراة الأولى اللي لعبها اللي كان عمل الشوط أول وفايز 3-0 وعدم تركيز، عدم انضباط تكتيكي اللي كيخلي الفريق المنافس يسجل 3 أهداف. هذه ماشي مسألة صحية في نظري، مع أنه النتيجة كانت 5-3 البركان، ولكني استقبال مرماه لثلاث أهداف هذا شيء لازم على المدرب باش يقوم باللازم باش ما يطيحوش في هذا، لأن ماشي بكل المباريات اللي بركان غيمكن لها تسجل 5 أهداف، فمن ناحية الدفاعية ومن ناحية خصوصا استقرار المردود اللاعبين والانضباط التكتيكي مهم بزاف. عندهم امتياز لأنه إيبنغي مدرب اللي صال وجال مع فيتا كلوب في المنافسات الإفريقية، فكيعرف كل صغيرة وكبيرة على هاد على الفرق وعلى المنافسات الإفريقية، ولكني أنا كنظن حتى اللاعبين لازم يأخذوا مسؤوليات أكبر لتمكن الفريق من لكي يعمل نتائج في المستوى. فكنتمنى ان نهضه بركان على الاقل يرجع لنا الوجه اللي كنا كنعرفوا عليه خلال هذه السنوات، فاش خدا الكاس ديال الكاف ووصل الفينال امام الزمالك، بمعنى نهضه بركان اللي كنعرفوا في المنافسات ديال كاس الكاف واللي بغينا نشوفوا. انا السي كريم بن شريفي اللي سمحتي لي بغيت نستغل كذلك وهذه فرصه لاول مره غادي نتلاقاو في شدا اف ام، نتمنى انها ما تكونش الاخيره. انا بغيت كان جا واحد السؤال منذ قليل من عند احد الاصدقاء في المتابعين ديالنا على قناه شدا اف ام في اليوتيوب، هضر لنا على المدربين المغاربه اللي كيشتغلوا في افريقيا، وانا كان الجواب بانه راه اصلا المدربين اللي كيشتغلوا في افريقيا كاينه ظروف صعبه اللي خصهم يتادابطاو معها. يعني انت كواحد من الناس اللي ماشي اول مره هذه غادي تخرج لافريقيا من خلال التجربه الاخيره في غينيا، اش يمكن لك تقولنا على الظروف اللي ممكن يعيشها اطار مغربي في اي بلد افريقي، يعني اللي عندها علاقه بالمستوى ديال كره القدم في هذاك البلد، ظروف العيش الى غير ذلك، شنو ممكن تجاوب الصديق ديالنا اللي علق من قليل؟ كاين عبد ربي في غينيا، كاين عادل الرادي في رواندا كيعمل نتائج كبيره في رواندا، الحمد لله الاطر المغربيه وحنا المغاربه كجواب الاخ يعني معروفين عندنا واحد كاليتي كبيره اللي هي لادابتاسيون. المغربي معروف بانه كيسافر كيهاجر، والحمد لله هذه ميزه كنظن بالنسبه للمغاربه عامه ومدربين المغاربه خاصه اذا ارادوا بحال هاد التجارب. فعلى حسب، هي كاين صعوبات كثيرة، كاين صعوبات أنك تكون في فريق اللي ما عندوش إمكانيات كبيرة وما عندوش احترافية في التعامل، لا من ناحية تأدية الأمور المالية للاعبين ولا المدرب. الحمد لله أنا كنت محظوظ لأن فريق حافية كوناكري عنده رئيس من المستوى الجيد، ومن ناحية المادية ومن ناحية ظروف العمل كانوا موجودين. كيجي الصعوبة الأخرى وهي عقلية اللاعب الإفريقي اللي مختلفة شوية على العقلية ديال اللاعب المغربي. فمن ناحية الانضباط تكتيكي كاين شوية ديال النقص، كاين إمكانية تقنية هائلة للاعب الإفريقي، وهذه المناسبة من ناحية اللاعب الغيني، ولا حتى كانوا عندنا لاعبين من طوغو، كانوا عندنا لاعبين من السنغال، من بعض البلدان الأخرى اللي في إفريقيا جنوب الصحراء. لكن من ناحية التكتيكية شوية ما كاينش دراية كبيرة، وهنا فين كاين العمل الكبير. يعني كاين هادو هما الصعوبات اللي كيبان لي أنا، أما من ناحية الاحتراف يوم ناحية ظروف العمل فإفريقيا سبساريا بدأوا كيتطوروا كتير، باش كانوا مثلا فريق حافية كوناكري عنده ملعب خاص ديالو اللي كيلعب فيه المباريات وكيكونوا فيه التدريب،
ويعني تجربة مفيدة جدا أنا بالنسبة لي، قضيت موسم ونصف مع هذا الفريق، وصراحة ولو أننا ما حصلناش على النتائج المتوخات اللي كتكمن في الفوز بالبطولة أو بالكأس، ولكني كنا دائما قريبين، خصوصا أنه فريق حافية ما ننسوش لازم وقت لأنه مشروع قبل ما يكون فريق حافية الإشارة ما فش بالبطولة من 85، من 1985. فالرئيس الجديد اللي مع الفريق تقريبا هذه 5 سنوات دير مشاريع أكاديمية وكل حاجة، وأنا كنقول بأنه من دابا بعد السنوات غنشوفوا حافية كوناكري من الفرق العتيدة في إفريقيا. سي كريم بن شريفة، الإطار الوطني الممثل كرة القدم المغربية صح التعبير في غينيا كوناكري إلى جانب باقي الأطر الوطنية بإفريقيا جنوب الصحراء، فتحياتي لك ونتمنى إن شاء الله أننا نتلقاو في فرص أخرى مقبلة. أنتم دائما في الاستماع على برنامج البطولة على الشادة FM، تحية لكم مستمعينا الكرام وتحية لكم مشاهدينا على صفحة الفيسبوك. سي بلال عاشور بارك الله فيك، شكرا، تحية خالصة متبادلة، وطبيعة الحال احترام العمل هو ومن أسس النجاح. ربي يوفقك سي عاشور بارك الله فيك. أيوب بوهداس، بالنسبة للناس اللي ما عندهمش مع القهوة القناة ستنقل المباراة، وفي الشك واش غادي تلقاها مفتوحة ولا لا هذيك القناة اللي ذكرتي نتايا. خويا محمد سي رمزي أمير، خويا دخلتي معايا لشي حوايج اللي ربما سمح لي نقول لك ماشي شغلك. الله يرحم الوالدين. خلينا غادي مرحبا بك، نستافدوا معاك بالاراء ديالك بخصوص كرة القدم الرياضة، استافد معنا انت واحد شوية، ولكن شي حاجة اخرى ما شغلكش وما شغلناش حتى حنايا. بالمناسبة انا من ساكنة فيرجينيا بامريكا والساعة تشير الى 11:30. تحياتي، الله يحفظك السي رمزي بارك الله فيك، شكرا. يجب احتجاج فريق رجاء الملعب اللي احتجت عليه جميع الفرق الافريقيه وما زياره الوزاره لفريق. اولا دوك الزيارات مزيان اخويا، انا ما كرهناش حتى رئيس الدوله عندهم حتى هو يزورهم وكلشي يديروا حتى هما الضغط على الفريق ديالهم مزيان. علاش يحتج فريق الرجاء؟ الرجاء غادي يلعب مباراه في كره القدم اللي كتحتمل 3 ديال النتائج، فيها انتصار والتعادل والهزيمه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ازر تعليق على مباراة الرجاء وفاق سطيف الوداد بيترو أتلتيكو ونهضة بركان مع فريق أسيك ميموزا الإيفواري. مباراة الرجاء كما حكينا قبيلها مباراة الترجي، دربي مغاربي، نتمنى كل التوفيق للرجاء وإن شاء الله الفوز إن شاء الله. بالنسبة للوداد أنا ما نوافقش برشا ناس، راه مباراة صعيبة ماهيش سهلة، لانه الانديه الانغوليه على ارضيه ميدانها ديما تقدم مباريات كبيره، لو خاصه بيترو اتلتيكو بالوجه اللي لعب به المباراه فاتت. صحيح. واش نختموا بنهضه بركان؟ نهضه بركان الله يرحمك، انا بغيت ناخذ راي اخر. اي واش نفس الصوره اللي كتشوفوا فيها انتم نهضه بركان عكس هذه السنوات اللي دازت؟ بالفعل نهضه بركان ديال العام، نهضه بركان ولات عندها تقاليد في كاس الكاف. بالنسبة للموسم الأخير معناتها بصراحة ما ظهرتش، معناتها مردود متذبذب، فهمت؟ ونتمناو في الدورة هذه ترجع كما كانت قبل، وعلاش لا توصل أدوار متقدمة والنهائي إن شاء الله. مصطفى العبادي، السلام عليكم مصطفى الودادي، تحية لك أخويا. وفاق سطيف عندهم لاعبين صراع كويريا، الماتش صعيب، سيوسف الفجر، مشكل الرجاء في الأظهرة وحارس المرمى. الأظهرة فيها واحد الكثير من النقاش عند الاصدقاء الرجويين، وخاصه عدم الاستقرار في الوقت اللي كان واحد الوقت الاعتماد على ظهير ايسر سكحان، وشفنا سوبور من بعد جا ناهيري، دابا ولينا مؤخرا كنشوفوا جبيره هو اللي تيتودار، علي من كان مذكور من بعد الاستغناء على ابو طيب، يعني كاين ذاك الاداء المستقر ديال الاظهره. انا متفق معك في النقطه هذه. واش عقلتي نهار اللي قلت لك ان النصيري جهز ملفا لسداد جميع ديون الوداد؟ احنا راه بغينا النصيري ان يسدد ديون الوداد ماشي يجهز ملف، عليه ان يسدد الديون، ما بقاتش في تجهيز الملف. هذا جهز ملفا راه قلت لي شي 15 يوم هذه دابا، عليه ان يسدد، والامر راه صعاب من مجرد تعليق السي رمزي، راه اللي بغى يساند الفريق ديالو كيساند
بشي حاجه يعني كفى من 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 الكلام. يحيى الشعب السي قادر عبدو، جمعه مباركه نتمنوا الشفاء لاخونا فخر الدين حسن حسن سيكليت. المغربيه الرياضه المغربيه مريضه ودخلت غرفه الانعاش، والله يخرجها على خير، الله يخرجها على خير. ما هي تشكيله فريق الرجاء؟ بولات ميماتي ما باقي ما كايناش التشكيله، ولكن كاين كاين حديث يمكن بناء على اخر مباراه عوده متولي للرسميه مذكور واش حاضر ولا ما حاضرش الله اعلم. اللي غيكون واش النهير غيكون على اليمين ولا على اليسار، على اليمين يجي زريده ولا ما عرفتش مع مارك فيرموتس، ولكن كاين مروان فخر، كاين الهدهودي وجمال حركاس على ما اعتقد، جبيره ونهيري على اليمين، العرجون والوردي وزريده ثم متولي واللاعبين الكونغوليين بادي بانغا وكابونغو. هادشي اللي نقدر نقول. نتتبع المباشر ديالكم من بالزانو بايطاليا جمال شناب، تحياتي لك وتحيه لكل مشاهدينا في اتلانتا. سي احمد رامي بزاف، ولكن راه باش تعيش المؤسسه باش تعيش المؤسسه خص هادشي اللي كتقول انت كاين بزاف. خويا فخر الدين بغيتكم تشوفوا واحد الفيديو ديال واحد اللاعب مغربي في النرويج سميتو اسامه الصحراوي، علاش بحال هادو ما يكونوش في المنتخب؟ وبغيت الراي ديالك فيه خويا فخر الدين. انا خصني غير نشوف الفيديو ونطلب الراي ديالو. انا الراي ديالي لاعب في النرويج زوين ايه مزيان واعر في النرويج، هذا لا يعني انك غادي تاخذ هذاك اللي زوين في النرويج وغتديه تلعب به في الكونغو الديمقراطيه وغادي يعطيك نفس الشكل اللي شفتيه تما. راه خصنا نكونوا عارفين الفضاء اللي احنا فيه باش ما نبقاوش نحلموا بزاف. فيه هو الهيه نجم، وكذلك الامر ينطبق على واحد العدد ديال هاد اللعابه اللي عندنا دابا حنا في الفرق ديالهم، ماشي هما اللعابه اللي كاينين في المنتخب الوطني. غادي ندخلوا لمنافسات البطوله الاحترافيه. ازر ما كاينينش الفرق اللي مشاركين في المنافسات الافريقيه، ولكن كاينه البطوله. غدا مع الاربعاء الدفاع الحسني الجديدي وشباب المحمديه، وفي 6 و4 الفتح الرباطي والمغرب الفاسي. شي تعليق على هذه المباريات من خلال المتابعه بعد البطوله، كيفاش كتبان لك انت؟ يا بكل صراحه خويا منير، البطوله المغربيه معناتها مستوى نقولوا فوق المتوسط مقارنه بالبطولات المغاربيه لا الجزائري ولا فوق المتوسط، نعتبره فوق المتوسط. الله يجزيك بخير، الله يلا شكرا. لا بكل صراحه فرحتيني والله الا فرحتيني. لا مقارنه وكاين اللي درتي مقارنه اخرى راه حنا مش مشكله ما يسالش. لا بكل صراحه على كريتم هو بصراحه الريتم مازال ضعيف شويه، معناتها فهمت، مازال ضعيف، مازلنا ننتظروا ريتم يكون اكثر واقوى، خاصه من النوادي اللي عودتنا على المشاركات القاريه وعلى التالق في المشاركات القاريه، وعلاش لا ما نشوفوش زاد انديه اخرى تعمل مفاجات. بالفعل خويا منير، ولكن بكل صراحه باش نكونوا متفائلين نعتبر الاداء معناتها فوق المتوسط. فوق المتوسط ما كاين مشكل اسيدي. الدفاع الجديد شباب المحمديه، عندك شي حاجه على المباراه اللي غتجمع بين بن الشيخه ومحمد فاخر؟ محمد فاخر مباراة صعيب باش نتكهن لك من كل صراحة. مات 0-0 لا ما نجمش نقول لك 0-0، كما نجم نقول لك جديدة تربح، كما نجم نقول لك محمدية. مات ما نجمش نتكهن خاصة المباراة كما هذه. أنا مازال غادي نورطك بواحد السؤال قبل لا تسالني. مرحبا. الفتح الرباطي المغرب الفاسي، جمال السلامي كيبحث على اون كونفيرماسيون ديال الخمسة الماتشات اللي دازوا، خمسة انتصارات مع المغرب الفاسي مع عبد الحي بن سلطان. عرفت عبد الحي بن سلطان اللي ماشي كيف نهى 15 مباراة الأولى ديال الذهاب، ماشي كيف بدا. صحيح. فاش كتشوف هذا الماتش هذا؟ نشوف أنه الأسبقية الفتح الرباطي. فتح الرباطي يمكن هو اللي حسب تكهني انا يمكن فتح الرباطي غادي ينتصر. اذا مع كامل احتراماتي لعبد الحي بن سلطان. عبد الحي بن سلطان. اذا غدا مع الاربعاء الدفاع الجديدي وشباب المحمديه، 6 و4 الفتح الرباطي المغرب الفاسي. يوم الاحد كاين 3 ديال المباريات، مع 4 سريع واتزم يوسفيه برشيد، 6 و4 المولوديه الوجديه اولمبيك اسفي، 8:30 اتحاد طنجه واولمبيك خريبكه. سريع واتزم صاحب المركز الاخير، تفرجتي في شي مباريات؟ شفتي سريع واتزم شي حاجه؟ الاداء نتاعو بصراحه ديال المركز الاخير، المركز الاخير كارثي. برشيد ما تزيدش عليها برشا. كتوقع منه اي حاجه يوسفيه برشيد. اي صحيح خاصه مع الانديه الكبيره. هذه المباراه هذه كيفاش كتبان لك انت غادي تكون؟
تصور كان معناتها تكتيكيا باش تكون مسدوده كما تقولوا معناتها وفيها وفيها ما تكونش فيها الفراجه معناتها ما غتكونش فيها الفراجه وان كان سيلعب وتزم هو اللي مطالب انه ياخذ ثلاثه ديال النقاط لانه هو اللي في مركز شويه صعيب في المركز الاخير والفريق ديال النقاط في وضع لا يحسد عليه وي مباراه مباشره بعد منها مع 6-4 المولود ديال وجديه واولمبيك اسفي المولود ديال وجديه على ايقاع الاضرابات ديال العبار الرئيس قدم استقالته بالفعل يمكن تكون استفاقة في المباراة هذه المولدية الوجدة يمكن ولكن راه مستفق راه دار 6 ديال النقاط معناتها يواصل في الاستفاقة نتاعو 6 نقاط عندك استفاقة خويا منير لا 6 نقاط راه ربحوا اي ما مازال معناتها ما رجعش معناتها ما وصلش للمستوى المطلوب منه كان نادي عريق وكان نادي كبير في المغرب ثم خاتمه المباريات اللي غادي تلعبوها الاسبوع نهار الاحد 8:30 الليل اتحاد طنجة واولمبيك خريبكا اتحاد طنجة مع غاموندي اللي حد الساعه مازال ما شفناش شيء واولمبيك خريبكا اللي انتزع التعادل امام الرجاء المره اللي فاتت نتصور يكمل خريبكا في معناتها هو اللي يخرج منتصر تاع عينك في غاموندي تاع تحية لكم مشاهدين على قناة شادا اف ام في اليوتيوب انا غادي نقرا التعليقات ديالكم بعد قليل واخا سيدي سددها اخي منير وعندي ما يفيد مرحبا السي رمزي اللي عندك ما يفيد مرحبا اخويا حنا اللي كيهمنا هو مصلحه الفرق المغربيه سددها يا رمزي يا امير حذيفه السلام عليكم تحيه للسي ازر ما فماش تخربيق في البرنامج حذيفه عليك انتم دائما مستمعين الكرام في الاستماع لبرنامج البطوله على شادا اف ام انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شادا اف ام تحيه لكم مشاهدينا على قناه شادا اف ام في اليوتيوب عبداتي الوليدي والله الا سؤال جميل هذا قال لي اسمع ازر قال لك سي مدير علاش تجارب مشكره فاشله بدايه بابرون بودريقه ثم النصيري وهوار تبدا بنجاح وبنتائج باهره وكتسالي بالخروج من الباب الضيق والديون والمشاكل للاسف لانها كتبقى مرتبطه بشخص الشخص واخا يجيب لك الفلوس النهار الاول ثاني غيعيا غيعيا لانهم هذوك الاشخاص راه كيعطيوك رزق اولادهم ثاني ما تنساش وغادي يعياو لان النتائج ما دايماش انت كتخسر الفلوس على نتيجه رياضيه يقدر كره في العارضه كره في الخارج ضربه جزاء ضائعه خطا تحكيمي وانت ما حصلت حتى شي لقب وكيخرج الرقم ديالك صفر ولكن الفلوس خرجت هذا الدليل هو انه واحد المجموعه ديال الرؤساء انتم تبعتوا اخرها التقرير المالي ديال الوداد انا مازال في اطار مازال ما قريتوش مزيان باش نقدر نهضر على الارقام وان كان فيه ذاك التنازل ديال سعيد الناصري على واحد المبلغ مهم ماشي مشكل ولكن تجارب هاد الناس هادو ربما ناجحه في الاول لكنها لن تدوم يمكن حتى تونس كانت عانت بزاف من بحال عانات برشا من التجربه واخرها تجربه سليم الرياحي في النادي الافريقي اللي خلى معناتها تركه ثقيله وثقيله جدا اليومنا هذا يعاني منها النادي الافريقي ونوادي اخرى معناتها هي بصراحه اخويا منير معناتها التجربه نتاع معناتها رجال الاعمال هي يلزم معناتها تكون استشاره ما تنجمش تكون عندك معناتها اراء بوحدك تاخذهم وقرارات تاخذهم بوحدك حيت انت اللي كتجيب الفلوس اي تجيب الفلوس ولكن لازم يكون عندك على الاقل مقربين منك معناتها الا كنت انا غنجيب الفلوس ما يقرر معايا حتى انا هو المطيق اي ما توصل حتى شيء في الاخر نجيب انا الفلوس وتشاركوا معايا انتم في الراي وهذا كان اللي صار لسليم الرياحي جاب فلوس في الاول كان يستشير بعض المقربين ولكن في الاخر ولا ياخذ قرارات اعتباطيه اللي مازال يعاني منها النادي واحد الكونترا ديال صابر خليفه بجوج المليار وتجيب لاعبين معناتها في نهايه معناتها الكارير تاع سانشيز معناتها قرارات ارتجاليه غير بخصوص الوداد جاء في التقرير المالي ان سعيد الناصري تنازل للوداد على واحد المبلغ كبير فيه الملاير تنازل بمعنى هو عطى وتنازل انا ملي ما عرفتش تقبلوا بلادتي الله يجازيكم بخير ملي هو تنازل واش ما يقدرش يخلص هاد النزاعات اللي على قبل الوداد تمنعات من الانتدابات ربما اللي عنده هذاك الخير كله فكان قادر انه ثم واحد الحاجه اخرى شتي ديك الوثيقه اللي كدور هاد الايامات دير واحد القرض سابق للوداد بقيمه 400 مليون وتم على اثره رهن بعض العقارات ديال مركب ويناس واش من سيتنازل على الملايير ربما كان
واصل لهذيك 400 مليون مجموعة من الأسئلة تطرح. داك الشيء علاش قلت الأرقام سيناقشها أصحاب الأرقام وإن شاء الله غادي نناقشوا تقريبا، لأن بالنسبة لنا حدث بعد خروج التقرير المالي ديال الوداد وينشر بالنسبة لي بداية، إلا كانت غتكون بداية نحو التصحيح مزيان. التقرير المالي خرج بعد ما كانت تنشر في وقت سابق التقرير المالي ديال الرجاء، بعد ما كان خرج في الجمع العام التقرير المالي ديال شباب محمدية ديال المولودية الوجدية المغرب الفاسي، مزيان نعرفوا كيف تدور الأمور. وثم تيجي تقارن التجارب، تقول ها التجارب ديال الناس اللي جابوا الفلوس ديال رجال الأعمال اللي سميتيهم، ثم التجارب الأندية اللي كتصرف أكثر من داكشي اللي كتصور، لأنه كاين هنا كاين واحد المشكل، والجمهور خصو يعرف، خصو يعرف منبقاوش عايشين على التاريخ. صافي احنا عندك جوج دراهم صرف جوج دراهم، ما تقولش لا احنا فريق الالقاب وحنا وبركة علينا هذا الشيء، لا عيش بهذاك الشيء اللي تقدر عليه، لان المؤسسة هي اللي غادي تدوم، ماشي اش كتسميها في تونس الشكارة، الشكارة هي لا عندها واحد السميه وقيلة ساشي ساشي ما حدا ما نقولوش. تحية لك أزر، شكرا خويا منير، شكرا اللي شاركتي معنا هذا مرحبا وشكرا السادة المستمعين، ونتمنوا لخونا فخر الدين وصديقنا والشفاء العاجل ان شاء الله، ويكون نهار اثنين متواجد ان شاء الله. ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يكون متواجد معنا، وبالتوفيق للانديه المغربيه المشاركه في المنافسات الافريقيه بدايه من اليوم. توفيق لفريق الرجاء في المباراه ديالو بملعب 5 جويليه مع وفاق سطيف، بالتوفيق للوداد غدا ان شاء الله مع الجوج في لقائه مع بيترو اتلتيكو لواندا الانغولي، وبالتوفيق لنهضه بركان يوم الاحد في لقائه بالعاصمه البنينيه كوتونو امام فريق سيك ميموزا الايفواري. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام لنهايه حلقه اليوم، كنشكر ازر، كنشكر جمال في الإخراج، ونضرب لكم موعدا إن شاء الله يوم الاثنين المقبل، ونتمنوا أنه تكون فرجة ممتعة باش نتلقاو بكم يوم الاثنين على إيقاع نتائج جيدة وفرجة ممتعة.